تظاهر العشرة من القبارسة أمام القصر الرئاسي بالعاصمة نيقوسيا للاحتجاج على قرار الحكومة القبرصية وعلى رأسها الرئيس نيكوس أناستاسياديس بفرض ضريبة على جميع الودائع المصرفية مقابل الحصول على قرض مالي بقيمة 10 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي. يحدث هذا في الوقت الذي أعلن فيه رئيس البرلمان القبرصي تأجيل النقاشات البرلمانية في قبرص حول خطة الإنقاذ الأوروبية هذه إلى يوم الثلاثاء. لا نطلب أي شيء من أحد، لا نريد أن نصبح مدينين لدول أخرى، ولا نود المشاركة في الحرب المالية الحالية المتعلقة بالعالم الثالث، لأنه هذا ما يحدث حقا على أرض الواقع. الأمر يتعلق بحرب ولا نريد ألمانيا هنا، لا نريد مساعدة الألمانيين لنا. خطة الإنقاذ التي جرى التفاوض بشأنها مع الاتحاد الأوروبي تتضمن فرض ضريبة غير مسبوقة على الودائع المصرفية العائدة لكل المقيمين في الجزيرة، قد تصل إلى 9.9% بالنسبة للودائع التي تزيد عن 100 ألف يورو.